بحمد ربنا سبحانه وتعالى على كرمه وتوفيقه النهارده. كابتن احمد كان موفق واللعيبه كانت موفقه جدا زي ما حضرتك بتقول، يعني ربنا اكرمنا في مباراه كانت صعبه واللعيبه كانت رجاله. انا عارف تماما ان احنا لسه ما زال عندنا اخطاء شغالين عليها، وكابتن احمد بيعالجها طول الوقت وشغال عليها تحسينها انه يرجع تاني بافضل صوره لفريق نادي البلديه. وانا عندي ثقه كبيره جدا جدا فيه، يعني هو والجهاز كله واللعيبه الحقيقه ان شاء الله باذن الله يعني يكونوا قد التحدي ده ونقدر نعمل حاجه كويسه. انتوا متوقعين فوز النهارده على الاسماعيلي على ملعبه؟ يعني في الامور الطبيعيه ممكن، لكن احنا خارجين من هزيمتين كبار، السيراميك كليوباترا 5-3، قبلها المصري 3-0، بعدها الاهلي 5-1. يعني كان 10-12 يوم كده مش احسن حاجه، النتائج كانت، اللعيب دايما بيبقى لما بيدخل في الحاله دي بيبقى صعب ان احنا يعني نسيطر عليها ونرفع تاني الحاله المعنويه عند اللعيبه. بس احنا كلنا اسره واحده وعلاقتنا ببعض كويسه جدا، انا واللعيبه والجهاز الفني والجهاز الاداري، فالحمد لله قدرنا نتخطى العقبه دي. وربنا في مكافآت خاصه النهارده للفوز على الاسماعيلي؟ لا 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 لا، احنا عندنا لائحه ملتزمين بيها، بنفكر في اللي جاي ان شاء الله. يا عم طبعا خارجين من 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 مباراه صعبه جدا، 5-1 او هزيمتين متتاليتين 5-5، لكن عمرنا ما فقدنا الثقه ان احنا قدام تجربه محتاجه شويه صبر، وما فيش عمل بتتمه طالما انت بادئ وصح الا ما تصبر عليه الاخر، لانه عدم الصبر والعجله طبعا دي طبيعه بشر النفس، لكن مع الرياضه ومع الصناعه لازم تصبر لغايه ما كمل. احنا صابرين لغايه نهايه الموسم، احنا مصممين ان احنا نقدم تجربه متميزه لاداره وصناعه كره القدم بامكانيات محدوده جدا من غير ضجر من غير كلام، لكن على الملعب نوصل للي احنا عايزينه. الحمد لله النهارده رجاله والروح كويسه جدا، وده اللي اشتغلنا عليه، بيشتغل مجلس اداره الحقيقه، بشكرهم جدا جدا انه قدروا يحتووا ماتشين على ملعبنا 5-3، وماتش ده يقدر يحتوي الموقف ويتجاوزوا هذا اللي روح عاليه جدا، لعيبه نجوم كلها وحققوا فوز بست نقاط مهم جدا جدا. نبتدي نقول هارد لك نادي الاسماعيلي، النادي الكبير قوي قوي قوي. تاني حاجه بنقول مبروك للعيبه البلديه الرجاله وجمهور البلديه اللي مساند دايما. تالت حاجه بقى ان انت فوز مش متوقع ليه؟ يعني انا برضو مش هقدر اعديها لك بصراحه، فوز مش متوقع ليه؟ احنا البونت زي بعضه، احنا فرقه كويسه وفرقه جبارة يعني على ملعبه وعلى ملعب الاسماعيليه. هم احنا النهارده كنا بنمر بظروف صعبه قوي، 3 مباريات مع انديه قمه سيراميكا والمصري والاهلي، ماتشات كانت صعبه قوي، خسرنا برضو بسكور. احنا قدرنا الحمد لله النادي كله اتكاتف في ال3-4 ايام، الدكتور مصطفى الشامي ومجلس ادارته والجهاز وكله، ان احنا المباراه دي اكنها اخر مباراه في الدوري، كنا محتاجين ال3 بونت جدا. احنا خدنا 3 بونت لمجهود اللعيبه ومجهود الجهاز وتوفيق ربنا. الحمد لله ربنا كرمنا، احنا تعبنا واشتغلنا كويس قوي النهارده والحمد لله رب العالمين. تعليمات كابتن احمد رؤوف ليكوا ايه النهارده؟ والله التعليمات ان احنا نشتغل كويس ونمشي حسب خطه اللعب اللي هو رسمها لنا، وكان في قلب وروح كويسين قوي النهارده. ماتش صعب في الاسماعيليه، واسماعيليه في الاسماعيليه ماتش صعب، والحمد لله ربنا اكرمنا النهارده. مكسب مهم جدا، كنا جايين من سلسله هزايم، كنا محتاجين مكسب يفوقنا ونرجع تاني. لعيبه رجاله، كابتن احمد عبد الرؤوف بيعمل اقصى ما عنده عشان نقدر ان احنا يعني نعدي مرحله صعبه، فالحمد لله. بشكر لعيبه وبشكر الجهاز الفني، بشكر رئيس النادي، بشكر كل حد تعب معانا. يعني والله لحظه ما تتوصفش، يعني ما بالذات اللي هي جايه في توقيت احنا قلنا بعد سلسله من الهزايم كانت صعبه علينا شويه، واحنا تعهدنا ان احنا ننزل الماتش ده اللي احنا لازم نطلع بالنتيجه الايجابيه مهما كان، والحمد لله خدنا من الماتش اللي احنا عايزينه.